أول تعليق أمريكي على وفاة السلطان قابوس بن سعيد. إذن وصفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في عمان السلطان قابوس بن سعيد بأحد أعظم القادة في العالم. لافتة إلى أنه سيفتقد من قبل محبيه وأصدقائه، معبرة عن تعازيها للشعب العماني، وذلك بعد إعلان السلطات العمانية وفاته مساء الجمعة. جاء ذلك في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية في مسقط على صفحتها بتويتر، وقالت فيها: صاحب الجلالة السلطان قابوس لن يفتقده الشعب العماني فحسب، بل سيفتقده كل أصدقائه ومحبيه حول العالم، ومنهم أصدقائه في الولايات المتحدة الأمريكية. نقدم خالص التعازي والمواساة إلى أسرة جلالة السلطان وشعب سلطنة عمان الصديق. ووصفت السفارة السلطان قابوس في تغريدة منفصلة بأنه قائد ملهم ومسؤول عن الازدهار في عمان على مدى نصف القرن الماضي. ويذكر أن مجلس الدفاع في السلطنة دعا العائلة الحاكمة لاختيار خليفته في ولاية الحكم، كما نصت عليه المادة السادسة من النظام الأساسي للدولة. ويتعين على مجلس الأسرة الحاكمة أن يقرر من يخلف السلطان خلال 3 أيام من شغور المنصب وفقا للدستور في السلطنة. وحكم قابوس سلطنة عمان منذ العام 1970 بعدما تولى السلطة إثر انقلاب على والده السلطان السابق سعيد بن تيمور. وكانت التكهنات حول صحة السلطان قابوس قد زادت الشهر الماضي بعد عودته من رحلة علاجية في بلجيكا بشكل أسرع مما كان مقررا، ما أعطى الانطباع لدى البعض بأن حالته الصحية كانت متردية. وكان قابوس يعاني من الإصابة بسرطان القولون منذ العام 2014، ومنذ ذلك الحين قل ظهوره بشكل كبير، وأناب عنه عدد من المسؤولين من أبناء عمومته لحضور المناسبات واللقاءات الهامة. والمفاجأة التي لا يعرفها الكثيرون: لم يتزوج السلطان قابوس وليس لديه وريث، كما أنه لم يعين خلفا له. ووفقا للنظام الأساسي للسلطنة والذي يعادل الدستور، يتوجب على مجلس الأسرة الملكية الذي يضم حوالي 50 عضوا من ذكور العائلة اختيار سلطان جديد في غضون 3 أيام من فراغ العرش. وفي حال لم تتمكن الأسرة الحاكمة من الاتفاق على اختيار خليفة السلطان قابوس، يقوم أعضاء مجلس الدفاع ورؤساء المحكمة العليا والمجلس الاستشاري ومجلس الدولة بفتح صندوق مغلق سجل فيه السلطان قابوس خطابا سريا يعلن فيه اسم خليفته ويمنح مباركته لتتويجه على عرش السلطنة. الرحمة لروحه. بعد عودة السلطان قابوس من رحلة علاج في بلجيكا بساعات، انتشرت أخبار عبر المواقع الإخبارية تفيد بخبر وفاة سلطان عمان، حيث نشرت صحيفة الجارديان تقريرا للمحرر الدبلوماسي باتريك وينتر قال فيه إن سلطنة عمان بدأت بالتحضير لعملية خلافة السلطان قابوس بن سعيد الذي تراجعت صحته بشكل كبير بعد عودته من رحلة علاج في بلجيكا بعد تقارير أفادت بعدم استجابة السلطان للعلاج. في هذا الفيديو سنقدم لكم حقائق مثيرة عن الخطر المحتمل الذي ينتظر سلطنة عمان بعد وفاة السلطان قابوس، ومن هو السلطان المحتمل وفق ما كشف عنه كاتب إسرائيلي، وسر الظرف المختوم الذي يحتوي اسم خليفة السلطان قابوس. شاهدوا معنا للنهاية وشاركونا بأرائكم. السلطان قابوس الذي طلق زوجته بعد زواج لم يدم طويلا ليس له أخ ولا أبناء، وبسبب هذا يخشى محللون ودبلوماسيون من اقتتال داخل الأسرة الحاكمة وخصومات قبلية وانعدام استقرار سياسي حين يحتدم اختيار حاكم جديد. تشمل الأسرة الحاكمة في سلطنة عمان ما بين 50 و60 ذكرا مؤهلين لتولي منصب السلطان، ولكن لا يوجد مرشح واضح ولم تجري مناقشات رسمية حول هذا الموضوع منذ 49 عاما. ويخشى كثيرون في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة
من اندلاع صراع داخل الأسرة أو بين جماعات رئيسية، حيث يقول مراقبون للشأن العماني إن أبناء عمومة السلطان قابوس الثلاثة وهم أسعد وشهاب وهيثم بن طارق آل سعيد لديهم أفضل فرصة لتولي الحكم. وعلى خلاف نظرائه من ملوك منطقة الخليج، فإن السلطان قابوس لم يعلن وريثا للعرش، فالمادة 6 من الدستور تنص على أن مجلس العائلة الحاكمة يختار وريثا للعرش بعد أن يصبح العرش شاغرا، حيث يقضي القانون الأساسي للسلطنة بأن تختار العائلة الحاكمة سلطانا جديدا خلال 3 أيام من شغور المنصب، وإذا لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق فسوف يتدخل حينئذ مجلس الدفاع ورئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس الشورى والدولة للدفع بمن اختاره قابوس وتنصيب الشخص الذي عينه في الرسالة المختومة داخل مغلف. ويرى بعض الخبراء أن أسعد البالغ من العمر 65 عاما هو المرشح الأقوى لخلافة السلطان قابوس، ويرجع هذا إلى كونه خريج أكاديمية ساندر هيست وقاد القوات المسلحة العمانية لعدة سنوات، ويشغل الآن منصب الممثل الشخصي للسلطان قابوس. قالت صحيفة الجارديان البريطانية أنه تجري حاليا مناقشة داخل البلاط السلطاني حول تسمية المرشح المحتمل لخلافة السلطان قابوس بن سعيد الذي ساءت حالته الصحية مؤخرا. وذكرت الجارديان أن ثمة مغلفا يحتويان على نفس الرسالة، الأولى في مسقط والثانية في القصر السلطاني في مدينة صلالة الساحلية الواقعة في جنوب البلاد. وفي الأيام الماضية أشارت تقارير إلى أن نسخة الرسالة الموجودة في صلالة جاهزة لنقلها إلى مسقط استعدادا لفتحها بسبب خطورة الظرف الصحي للسلطان قابوس والخلافات القائمة بين أعضاء أسرة آل أبو سعيد التي تحكم عمان منذ أوساط القرن 18. ويبدو أن الرسالة ثانية هي عبارة عن نسخة طبق الأصل عن الرسالة الموجودة داخل القصر السلطاني في مسقط، ويتم اللجوء إليها في حال عدم العثور على الرسالة الأولى أو لغاية التحقق والمصادقة. والهدف من إبقاء الاسم سريا هو ترسيخ صلاحيات السلطان خلال حياته. كاتب إسرائيلي يكشف عن اسم السلطان القادم. أعلن الباحث الإسرائيلي المعروف بعلاقاته في الخليج إيدي كوهين وفاة سلطنة عمان قابوس بن سعيد والاسم الذي تفضله تل أبيب لخلافته. وقال كوهين في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر: رحمك الله يا سلطان عمان يا ربان الخليج قابوس بن سعيد آل سعيد إلى جنات الخلد آمين. وأضاف الباحث الإسرائيلي: نتمنى، ويقصد هنا كيان الاحتلال الإسرائيلي، انتقال سلس للسلطة في السلطنة إلى السلطان أحمد آل سعيد، إنا لله وإنا إليه راجعون. أوردت صحيفة الإيكونوميست البريطانية عام 2017 معلومات تفيد يعاني من سرطان غير محدد ونادرا ما كان يرى علنا خلال السنوات الأخيرة باستثناء إثبات أنه لا يزال على قيد الحياة. وذكرت صحيفة دي مورغن البلجيكية أن مرافقي سلطنة عمان السلطان قابوس قرروا العودة من بلجيكا إلى بلادهم بعد تقارير بعدم استجابة السلطان للعلاج. ويقول الكاتب في صحيفة الجارديان إن السلطان قابوس ظل جزءا رئيسيا من سياسة الشرق الأوسط في العقود الأربعة الماضية، وعاد من بلجيكا حيث تم علاجه من سرطان القولون الذي عاد له مرة أخرى، وتم قطع رحلة العلاج وعاد السلطان إلى بلده، حيث كان من المتوقع أن يظل في بلجيكا حتى نهاية يناير المقبل. نبذة عن حياة السلطان قابوس. قبل 49 عاما تولى السلطان قابوس بن سعيد حكم سلطنة عمان، تلك الدولة التي تقع في غرب آسيا وتشكل المرتبة الثالثة من حيث المساحة في شبه الجزيرة العربية. السلطان قابوس من أكثر الحكام العرب الذين أطالوا في حكم بلادهم رغم ما تمر به البلاد من انتفاضات وثورات الربيع العربي.
ولد السلطان قابوس بن سعيد في 18 من نوفمبر عام 1940 في مدينة صلالة في محافظة ظفار الواقعة جنوب سلطنة عمان التي تبعد حوالي 1000 كيلومتر من العاصمة مسقط. وهو الابن الوحيد للسلطان سعيد بن تيمور بن فيصل آل سعيد. تلقى دروس المرحلتين الابتدائية والثانوية في مسقط رأسه صلالة. ينحدر نسب قابوس من الإمام أحمد بن سعيد بن أحمد آل بوسعيدي من قبيلة دوس المؤسس الأول وصولا إلى نسل سيدنا نوح عليه السلام طبقا للموقع الرسمي للسلطان. تخرج السلطان قابوس من أكاديمية ساندرهست العسكرية الملكية في بريطانيا حيث أمضى فيها عامين وهي المدة المقررة للتدريب. درس خلالها العلوم العسكرية وتخرج فيها برتبة ملازم ثاني، ثم انضم إلى إحدى الكتائب العاملة في ألمانيا الاتحادية آنذاك لمدة 6 أشهر. تعارضت أفكار قابوس التقدمية والعالمية مع ميول والده إلى الإبقاء على محافظة وانعزالية عمان، وبدعم من البريطانيين والصفوة السياسية في عمان بدأ يخطط بالإطاحة بحكم والده. في 23 من يوليو من عام 1970 حين كان يبلغ من العمر 30 عاما تولى قابوس الحكم خلفا لوالده بعد انقلابه عليه عام 1970، ونفي والده إلى لندن حيث مات ودفن هناك عام 1972. تسلم السلطان قابوس بلادا كانت مصابة بالأمية والفقر وتفتقر إلى البنية الاجتماعية المناسبة مثل التعليم والرعاية الصحية، كما واجه على الفور تمردا شرسا ولم يتم القضاء على هذا التمرد نهائيا إلى عام 1975. كان حكم قابوس كحاكم مطلق ومثقف إشارة لبداية تحول عمان إلى دولة حديثة، وأنشأ السلطان هيكلا عصريا للحكومة وأطلق تغييرات جذرية في التعليم والرعاية الصحية وبنى بنية تحتية حديثة وطور مصادر البلاد الهامة من النفط والغاز. يأخذ السلطان قابوس بعين الاعتبار تبعات قراراته على شعبه وبلده، لذا تنعدم الأنانية في قراراته. والتاريخ القديم والمعاصر مليء بنماذج سلاطين وملوك ورؤساء دول أودت قراراتهم ليس بهم فقط وإنما بشعوبهم، وزجت ببلادهم في حروب ومتاهات سياسية ليس فيها أطراف رابحة حتى وإن بدا عكس ذلك. أصبحت خلافة السلطان قابوس وشيكة نتيجة خطورة حالته الصحية، لكن يجب أن تتوفر في المرشحين لخلافته الشروط اللازمة التي تنص عليها المادة 5 من النظام الأساسي للدولة الصادر عام 1996، وهي أن يكون المرشح مسلما رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين مسلمين عمانيين، وأن ينحدر من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان من الذكور والذي تولى حكم البلاد منذ عام 1871 وحتى عام 1888. ونشرت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها أن هناك أنباء عن نقل وصية السلطان الثاني التي تحتوي على اسم خليفته من صلالة إلى مسقط استعدادا لفتحها بسبب خطورة حالة السلطان قابوس ووجود نزاعات لم تحل حتى الآن داخل مجلس العائلة. وينص النظام الأساسي على أنه يجب على مجلس العائلة الحاكمة تحديد الخليفة في غضون 3 أيام من موت السلطان، فإن لم يتفق مجلس العائلة على اختيار سلطان للبلاد قام مجلس الدفاع بتثبيت الشخص الذي أشار به السلطان في رسائله إلى مجلس العائلة والموضوعة في أماكن مختلفة في البلاد. ويهدف هذا الإجراء إلى تفادي أي صراع داخل العائلة الحاكمة. ويتكون مجلس الدفاع في سلطنة عمان من وزير الدفاع ورئيس جهاز الأمن الداخلي ووزير ديوان البلاط السلطاني ونائب رئيس الوزراء لمجلس الوزراء ورئيس مجلس الدولة. لكن بعد تدهور صحة السلطان قابوس منذ عام 2014 وحتى الآن، إذ غادر السلطان مرتين على الأقل خلال هذه الفترة للعلاج، تداول العمانيون ولفترة طويلة أسماء 4 مرشحين لخلافة السلطان من بينهم 3 من أول أبناء عمومة السلطان قابوس، وهم أسعد بن طارق 65 عاما ابن عم السلطان قابوس وهو المرشح الأوفر حظا بعد تعيينه نائبا لرئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي في مارس عام 2017، وقد كان الممثل الشخصي للسلطان منذ عام 2002
بعد توليه قيادة سلاح المدرعات الخاص بالسلطان، والذي يقال إنه يرتبط بعلاقة وثيقة بالقبائل العربية في البلاد. 2. وزير التراث والثقافة هيثم بن طارق، 65 عاما، أخي المرشح الأول من والدة أخرى، وقد عمل في بعض الأحيان كمبعوث خاص لجلالة السلطان قابوس بن سعيد، وعمل سابقا في وزارة الخارجية. 3. شهاب بن طارق، 63 عاما، والذي تقاعد من منصبه كقائد للبحرية عام 2004 ليصبح مستشارا شخصيا للسلطان في مجال البحث. 4. تيمور بن أسعد بن طارق، 38 عاما، وهو ابن عم السلطان قابوس، متزوج من أميرة ظفارية، ويعد في مقدمة المرشحين من جيل عمره للتربع على رأس الخلافة، وذلك إن حدثت المرحلة الانتقالية بعد تعدي كل من والده وعميه السن المحدد. يصعب استبدال السلطان قابوس بغض النظر عمن سيكون خليفته بسبب حكمه المطلق، ولأن الكثير من العمانيين يعتبرونه بمثابة أبا لهم، وأنهم يدينون له بالفضل في إنهاء الحرب الأهلية وتحويل عمان من دولة فقيرة إلى دولة متوسطة الدخل نسبيا بغض النظر عن حكمه الدكتاتورية. ولكن إن كان الاتجاه هو استبدال النخبة الحاكمة، فإن تيمور الشباب يمكن أن يكون خطوة واضحة بعيدة عن عصر السلطان قابوس، لكن النظرية الأكثر احتمالا وهي الحفاظ على الاستمرارية تجعل من أسعد المرشح المفضل بحسب مراقبين. ووفقا لتقارير مراكز بحثية، لن يتمكن الحاكم المستقبلي من الحكم بسلطة مطلقة مثل السلطان قابوس الذي يحيط بحكمه هالة من القداسة تقريبا، كما أن نظام السلطان قابوس في الحكم لن يصمد مع خليفته لفترة طويلة. السلطان قابوس تولى مقاليد الحكم في السلطنة عام 1970، وهو صاحب أطول فترة حكم بين الحكام العرب والثالث في العالم. ولم ينجب قابوس أولادا ولم يحدد خليفته، ولكنه سجل سر وصيته في رسالة مختومة موجهة لمجلس العائلة. صحيفة لفيجارو الفرنسية ذكرت أن السلطان قابوس وضع رسالة داخل خزانة تحتوي على اسم خليفته، كما وضع رسالة ثانية في خزانة أخرى بقصره بصلالة مسقط رأس والدته. ويرجح الدبلوماسيون الغربيون في مسقط احتواء الرسالتين على نفس الاسم الذي اختاره السلطان قابوس لخلافته. الصحافة الغربية حددت 4 أسماء لخلافة السلطان قابوس، وهم ابن عم السلطان قابوس أسعد بن طارق الذي تم تقييده لمنصب نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الشؤون الدولية، ثم إخوة الرئيس غير الشقيقين هيثم وشهاب، وأيضا الشاب تيمور نجل أسعد بن طارق. وتنص المادة 6 في القانون الأساسي العماني على أن تختار العائلة الحاكمة خليفة بعد 3 أيام من وفاة السلطان، وفي حال فشلهم في التوصل للاتفاق فإن مجلس الدفاع الوطني ورئيس المحكمة العليا ورئيس الغرفة العليا والدنيا من مجلس الشورى يفتحون معنى الرسالة الأولى ويعينون خيار السلطان على عرش السلطان. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد من الإنشاء.